بسم الله. موقع الاوبن بروجكت بيقدر يدينا ادوات اللي تخلينا نتعامل بالاجايل والسكريوم بروجكت. انا سامي سيد المشروع دوت، بنلاقي ان هو مقسم لي المشروع الباك لوجز، تمام، يعني ادي هي الورك باكج اللي موجوده، تمام، ونقدر نشوف الجراند شارت بالشكل دوت. الاقي ان هو مقسمهم لي لسبرنت 1 فيها بعض الادوات، البروجكت بلان، البروجكت باك لوج. تقدر تشوف ان هو مقسم المشروع، يعني اقدر اجي هنا في باك بلوكس الاقي ان هو عامل لي سبرنت 1 سبرنت 2، اقدر اضيف زي ما انا عايز نيو ستوري او ستوريز او تاسك بورد او ويكي او بروبرتيز، تمام. اقدر اقول له مثلا ده باك، ده مثلا هيبقى واي، ده حاجه كونفيرمت، وهكذا. بحس يعني دي المرحلة الأولى. بعد كده المرحلة التانية، لأن من خصائص الأجايل إن أنا بقسم المشروع لمراحل صغيرة، وأقدر في كل مرحلة أقدر أعدل فيها زي ما أنا عايز، عكس النظام العادي الخطوات تخلص جزء، نخش في الجزء اللي بعديه ومخطط ليه بالتفصيل من أول المشروع.